أحبتي أهدي لكم هدية وأتحفكم بتحفة وأوصيكم بوصية وأقدم لكم بشرى من أعظم أحاديثه صلى الله عليه وسلم فاعملوا به رجاء. يقول عليه الصلاة والسلام لأم هانئ: سبح الله في اليوم 100 تسبيحة تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة، وكبر الله 100 تكبيرة تعدل لك 100 بدنة متقبلة مقلدة في سبيل الله، وهل الله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح، صححه الألباني وغيره من المحدثين. يا للغنيمة، يا للبشرى، يا للأجر المثوب. أرجوك سجل هذا الحديث وانشره، غفر الله لمن نشره، غفر الله لمن عمل به، وشرح الله صدره ورفع ذكره وسقاه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.